أستاذ ربيع في شرم الشيخ أيضا، يعني أهم ما جاءت في كلمات القادة اليوم على لسان أمير الكويت البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، أيضا من ضمن الكلمات على الحد من التدخلات الإقليمية ومطامعها في المنطقة، ضرورة إيجاد منظومة دفاعية تواجه خطر الإرهاب والتطرف. اجتمع القادة العرب، ولكن في الشأن السوري هل لاحظت أي اختلاف أو لمست أي اختلاف في الخطاب العربي تجاه الأزمة؟ يعني عايز اقول ان في خيوط او في خطوط عامه بتربط ما بين الكثير او كل الكلمات حيال قضايا بعينها تفاوتت من قضيه لاخرى، اجتمعت في ابداء الخوف ويعني الفزع من الارهاب العابر الحدود، وابداء التحفظ والرفض التام لسيطره الحوثيين على اليمن، واظهار العين الحمراء في التعامل مع هذا الملف تحديدا، والالتقاء على ضروره التصدي للنفوذ الشيعي او النفوذ الايراني في اليمن. ولكن عند القضيه الفلسطينيه اللي هي القضيه المركزيه اخذت او تم التعامل معها بالعاطفه وبالاقوال وليس بالافعال، وقذر الوضع في الملف في الازمه السوريه المعقده والملتهبه والتي تتداعي يوما بعد يوم. اذا هناك رابط او خيوط عامه او خطوط عامه تصل ما بين العديد او اكثريه القضايا تم التعامل معها باقوال وبعاطفه اكثر منها بافعال. ولكن في ملف الأزمة اليمنية التي مست إحدى الدول الكبيرة المركزية التي ترتبط بالاستقرار في المنطقة وهي السعودية، هب كل العرب، مش عايز أقول إلى القليل، هبت كل الدول العربية تبدي بصورة أو أخرى بدرجة أو أخرى رفضها التام للهيمنة على اليمن أو لإسقاط اليمن أو لإثارة عدم الاستقرار في هذه المنطقة. لا أريد أن أقول معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات، ولكن لكل أزمة ولكل قضية ظروفها. الوضع في اليمن يختلف كما ذكرت تماما عنه في سوريا وعنه في القضية الفلسطينية. حتى إذا شكلت قوة أو تحالف يمكن أن يقوم بشن عمليات عسكرية مباغتة أو عمليات قصف جوي لتصفية تمرد ما في اليمن، ولكن لا يجوز ولا ينفع أن يتم التعامل معه في قضية مثل القضية الفلسطينية برغم كل حساسيتها وبرغم كل أهميتها للوضع العام العربي وحتى للقضية السورية أو الموقف في سوريا. لا ينفع أبدا أن تقوم أي قوة عربية حتى لو أخذت ضوء أخضر بشن عمليات عسكرية في سوريا، لأن هناك دولة مركزية وجيش نظامي قوي، وهناك حسابات إقليمية معقدة ودولية أخرى متداخلة في ملف الأزمة السورية. لا تسمح ولا تجيز لأي قوة عربية أو لأي تجمع عربي أن يتخذ إجراء قوي تحت اي بند من البنود او تحت اي مساق تجاه او ساعي الى حل الازمه السوريه. اذا كما ذكرت هناك خطوط عامه وخيوط وكلمات تتماس في التعامل مع قضايا غلبت فيها العاطفه اكثر منها الجديه والبراغماتيه في التعامل مع ملف هذه الازمه، ولكن اجماع على رفض العنف والارهاب، اجماع على التصدي للحوثيين وعلى مناصره الحكومه الشرعيه والنظام الشرعي في اليمن. هذا هو. نعم. دكتور حسن، ليبيا كانت حاضرة أيضا، اجتمع العرب بشأن الحكومة الليبية المنبثقة عن برلمان المعترف به دوليا والذي يستمد وحكومة تستمد شرعيتها من البرلمان، اختلاف في التوجهات، تسليح الجيش أم عدم تسليحه، دعم الحوار، دعم الجيش الوطني الليبي. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد أن بلاده تدعم تحركات الأمم المتحدة، وهناك تحرك وهناك حوار. الآن ما الذي سيجنيه الليبيون من هذه القمة العربية، وما الذي ينتظره الليبيون؟ الليبيون أولا فوجئوا في قرار مجلس الأمن الذي صدر اليوم باستمرار الحظر على تسليح الجيش الليبي والقوات الليبية. الجهود الدبلوماسية التي بذلت من خلف الستار لم تفلح في إثناء الولايات المتحدة على وجه التحديد وبريطانيا عن هذا القرار. الشعب الليبي ينتظر من القمة العربية أو من النظم الحكومات العربية الحالية التي تدعمه على وجه التحديد ثلاثة أمور على وجه السرعة نقولها. الأول أن يساهم بشكل أو بآخر في الجهد الخاص بالأمم المتحدة لإنهاء الشق الأول من العملية وهو الإنهاء السياسي. الثاني أن يساهم بشكل أو بآخر في حماية الأرض الليبية من أن تتسلل إليها العناصر الأجنبية من ناحية والأسلحة الأجنبية من ناحية أخرى. النقطة الثالثة التي يريدها النظام الليبي المنتخب المعترف به دوليا أن يكون هناك تعاون دبلوماسي
بين هذه الدول وبين الحكومة الليبية لكي تمهد لأن يكون هناك نوع من الاعتراف الأكثر والتحرير الأكثر للقرار الليبي الداخلي في مستوى الشرعية التي تعترف بها معظم دول العالم. نعم دكتور حسن، أستاذ ربيع، ابقوا معنا وابقوا معنا مشاهدينا الأعزاء، وملفات يتواصل فيه بعد الفاصل.